يا مساء الفل على الناس السهرانين. السهرة النهاردة مختلفة بالنسبة لي، أنا بعتبرها مثلاً سهرة عائلية. دول عيلتي التانية اللي الفترة اللي فاتت في خلال الثلاث أربع شهور اللي فاتوا طول الوقت كنا مع بعض، تعبنا بقى وسهرنا مع بعض وشغل طول الوقت مع بعض واتبهدلنا مع بعض وأكشن مع بعض. مش طول عليكم، ضيوفنا النهاردة هما أبطال مسلسل أنا بسميه مسلسل الشارع أو تمثيلية الشارع، مسلسل كلبش. دلوقتي تعالوا نرحب بأختي وحبيبتي أول ضيفة معايا النهاردة، وهي يسرى اللوزي. انتي ايه؟ تغيير بقى. انتي بتترعشي ليه؟ خايفه ليه هنا؟ بخاف اتدلق من ايام الاكس فاكتور. لا ما تلاقيش، انا ماسكه. ما تخافيش، ايه الحلاوه دي؟ بس تغيير بقى. شفتوا القمر ده يا جماعه؟ في حلاوه كده بذمتكم؟ كسب يا؟ النهارده معانا ضيوف كتير جدا، معانا ست ضيوف هتحبهم جدا، اخواتي الصغيرين كلهم، وانا جايب لك واحد النهارده لاجلك انتي. لا. هو مين؟ عوضي طبعا. نرحب بالنجم احمد العوضي. شاور بقى لاصحابك الحلوين. لا ده مش لاجلهم، ده لاجل الواد اللي غلبان الايام دول. يلا تعال اتفضل. حد يساعدني بقى. تعال نمسكك احنا الاثنين. يلا تعال انزل. ما تخافيش. اوكي. عندي اصابات. بس اقعدي. عاملين ايه؟ الحمد لله. والله وحشتوني. والله العظيم وانت كمان. يعني مشاوي بس مشاوي. ايه اللي انت عملته في رمضان ده؟ اه على الله. بهدلت الدنيا انت. والله يا هو زي ما بيقولوا كده، كل واحد يعني في دور بيجي له سبحان الله بينور معاه بيحطه في حته تانية. انا شايف ان السنه دي انت احمد ربنا كرمك السنه دي في كلبش وفي اخر نفس. الحمد لله. الدورين كانوا مختلفين، يعني متهيألي في كلبش كان بروسلي ده عمل شغل معاك في الشوارع. بس كان مين اول واحد قال لك؟ انت. صح؟ فاكر؟ ده حقيقي. كنت انت خايف ولا انا قلت لك ما تقلقش؟ قلت لك قابلني بعد رمضان واتفرج الناس تعمل معاك ايه؟ صح. قابلت بقى يعني رد الفعل الناس ازاي في الشوارع؟ والله اصل كلمه من اجلك دي يعني ما خلاص بقت بالنسبه لي، مثلا اي حد بيشوفني من اجلك انت، من اجل الواد الغلبان اللي نايم جوه. بعدين حاجه حلوه ان انا كنت طول الوقت قعدت فتره في دور الضابط. فان انا اقلب القلبه دي لما انت جيت قلت لي تعالى نعمل بروسلي، وانا كنت خايف وقلت لك ان انا خايف يا امير، ممكن يعني خايف يفلت مني الناس واخده عليا على طول في دور اللي هو الجد والظابط والحاجات دي وبتاع. فلما جينا صورنا انت جيت قلت لي في الكرفان، قلت لي قابلني بعد رمضان يا عوض. فاكر انت لما كنت في السكاكين؟ لا وربنا كرمك اخر الحمد كرم. الحمد لله. قعدت قد ايه ظابط بقى؟ فتره قد ايه؟ قعدت ظابط، قعدت في ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ زيك يعني. لا انا اقدم منه، انا اقدم منه. انا ثلاثه كلبش واحد كرموز يعني. صح صح صح. لا انا ظابط قديم انا برضو، خلي بالك يعني. ثلاثه بس. ثلاث ظابط. ثلاثه ظابط. ناوي ترجع تاني ظابط؟ عادي دلوقتي. عادي عادي. ها طالما كسرت كده في النص. كسرت بقى خلاص بقى. وانت يا يسرى ايه الاخبار معاكي؟ اكيد مش ظابط. اكيد مش ظابط انت. لا بس انت اخر دور برضو معانا مش يسرى اللوزي اللي كانت بتطلع دايما معروفه ان هي طبعا زي القمر وشكلها طالع شكلي. طالع زي القمر برضو بس بشكل مختلف، يعني بنضاره واللبس تحس ان هو زي الولاد شويه، ودكتوره نفسيه وبتحللي شخصيات، فالموضوع بالتالي كان مختلف بالنسبه لك المره دي. هو كان مريح اكيد يعني، انا كنت هم اربع بنطلون جينز واحد بنطلونين واربع قمصان وببدل بينهم بس. هو اللي كان عاجبني في الشخصيه ان هي مش مركزه على موضوع ان هي انثى او الاهتمام بالشكل، كان الاهتمام اكتر على الشخصيه وان هي حد جد ومش مطلعينها بنت هبله. في مشكله دايما في البنات ان انتوا بتطلعونا حلوين بس هبل، فانا كان حلو انه لا التركيز على الشخصيه وان هي ذكيه ولماحه وشايفه شغلها وعندها ضمير وبتهتم بالناس. فدي جوانب ساعات احنا كبنات في التصوير بنتظلم فيها، بيركزوا على الشكل بس. فعشان كده حبيت ريم قوي، ورغم ان انا كنت قلقانه من النضاره عشان شكلها عبيط،
بس حسيت انه من ردود افعال الجمهور انه النضاره ما ضايقتهمش. لا خالص يا شيكا، مش لاقيه عليك اصلا. انت انا اصلا كنت ملاحظ طول الوقت في التصوير هي مش عايز تلبس النضاره. لا عشان كانت بتزغللي عينيا شويه. اه بس لكن ما كانتش شكلها مضايقك. لا 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 شكلها بالعكس، بالعكس انا بس كانت عامله لك كاركتر. هي عامله كاركتر فهتساعد المشاهد ان هو يصدق الشخصيه. بس انا بجد بعد شويه كانت عينيا بتوجعني، فكنت تلاقيني بشيلها وبحطها. وكنت عامله دور تاني في رمضان، كنت بقى مع هاني سلامه صح؟ اه بس كان حاجه مختلفه تماما. ما هو بص انا مش بفضل فكره ان موضوع عاملين مع بعض اصلا. اه يعني بنتبهدل طبعا في المواعيد، انت عارف وانت اكيد عارف. و بس لو فعلا شخصيتين مختلفين تماما وفي تحدي تمثيلي وكده وحاجه تستفزني بعملها. فهناك حاجه ثانيه خالص، سسبنس وغيرت بقى، ركبت باروكه وشلت النضاره لو انت حرام، انت اخر فتره كمان كانت بتبقى جايه من عند هاني سلامه. اه فاكر ومطبقه، وانت نفس الموضوع كنت بتيجي من عند ياسمين عبد العزيز. خلص عندك ونرجع تاني. اه دي مشكله نشتغل مسلسلين. لا موضوع بس صح. حلو فلوس كتير جدا. بقول لك ايه، راجل مقرش قرشين. اه راجل مقرش حكايات. كلموا بقى الناس عن الكواليس بتاعت المسلسل كانت عامله ازاي. انا مش هقول بقى انت كنت كواليسك عامله ازاي في مسلسل كلبش. الناس اللي كانت في وسطينا، الاجواء اللي كانت موجوده جوه، محمد علي رزق والناس طبعا في نص المسلسل ابتدت تفهم كلامك. يعني في الاول اصلا في كلام يعني يسرى ما كانتش تفهمك اصلا. يعني يسرى كانت بتقعد في المشهد تبص لك اللي هو عايز تعرف انت بتقول ايه. ده حقيقي، ده حقيقي. لا يسرى كانت خايفه مني. يسرى خايفه ومش فاهمه يعني. ما يعني فاكر المشهد اللي انا ما كنت بكلم فيه باشا مصر، فبقول له انت بتفكرني حرامي سكلي. يوسف قاعدة بيقول ايه ده؟ ده مين ده اصلا؟ انت جاي منين؟ هو بجد اصل هو كان بيقول، هي جمله مثلا تتلخص في سطر او سطرين، هو يقوم قايل باراجراف قد كده، فانا بيتوه مني. فانا عشان هو بص، هو كان بيعمل سكه كده ان هم بيتكلموا كتير جدا والكلام كله اصلا شبه بعض. اه يعني بس انا بتوه. الجمله نفسها شبه بعض بس بيدخل فيها جواها مصطلحات، لكن ممكن كل اللي بيقوله ده في الاخر يقولوا في كلمتين بالزبط. بس هم بيقعدوا يلفوا ويدوروا وبعدين يقولوا فاهم حاجه. بس انت بتقلدني. بس انت قلب راسي يا اه طبعا لاجلك انت. لا لا انا عايز الحته بتاعت فاكر اللي بتاعت كلمه لا كان بيقلد الحته بتاعت بروسلي لما كان بيقول له عشان ما اقولكش يا باشا انا بفتح خزن. اه لا يا باشا انا ما تقوليش بفتح خزن. أيوة. انا جاي في اي حوار واي مشكله. في اي حكايه. اي حكايه. جاي في اي حكايه. صح صح. حكايه. جبت الشخصيه دي من حد ولا انت اللي؟ اه لا ده كان واحد اسمه هيتشهر خلي بالك. هو مسجون اصلا. مسجون. اه مسجون. اسمه مصطفى اللول. مصطفى ايه؟ اللول. اللول. انا كنت اعرفه. اتمسك في ايه؟ ده مسجل خطر جرائم نفس. جرائم نفس. جرائم نفس. فاكر لما كنت بخش لك الكرفان وهو عامل لك الحركه بتاعت باشا بقول لك ايه؟ اه انت اللي جاي على انت الكبير. فاكر انت وهو كان بيعمل معايا كده؟ فهو طول عمره بيحترمني بقى عشان انا بقى يعني هو شايف ان انا بقى جيم وبوكس وبتاع، فهو في احترام للشخص ده. يعني هو شقي مع الناس بس هو معايا انا كويس يعني. فكان لما جيت مثلت فهو كان يجي كده ويقول لي مثلا انا جايب كان عربيه، فهو يجي يقول لي على فكره عايز اقول لك على حاجه. هو بروسلي، هو ده بروسلي. اه انت اللي جاي اتقل هشوف. فانا فالكاركتر انا كنت بحب اقعد اتكلم معاه. يعني بحب بتحب أقعد تتكلم معاه؟ اه بحب اقعد اتكلم معاه. طريقته حلوه يعني، طريقته كاتشي. لكن مش بتتعلم منه حاجه يعني. لا 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 كشخص ما اتعلم يعني. منه لا خالص ولا حاجه. هو ما عندوش حاجه. ما عندوش حاجه بس هو طريقته حلوه، طريقته كاتشي. فلما جالي بروسلي، فلما بيتر قال لي تعالى نعمله واحد من تحت، من يعني من طبقه شعبيه، فجه في دماغي هو. بس الكلمات مش بتاعته اللي انا كنت بقولها، من اجلك وفرف بيته اسد وبتاع. هي دي اللي تعبت فيها، اللي هي تجميع الكلمات ده هو ده اللي تعبت فيه في الشخص. تعالى نتفرج على مشهد كده نفتكر الايام دي. ما شاء الله الموضوع ابتدى يا باشا. هو ان هو عنده سنتين ابتدى يعمل حاجات كده مش مفهومه وغريبه، وانا دخت بيه شيء هنا وشيء هنا. ساعتها باشا انا كنت لما اوصل راجل شمال وكان معايا فلوس ياما بصرف ما يهمنيش، لحد ما ربنا وقعني في دكتور قال لي علي فيها. هو باشا اوراد حلو مش وحش الحمد لله رب العالمين، ناصح كده وذكي ويشوفك يا باشا ايامك. بس هو باشا يعني على طول قاعد مع حاله مقولش حاجة. هو باشا كل بس كم يوم كده يجيله التعب اللي سيادتك شفته يعني، ويقع على الأرض كده زي الورقة الدبلانة. بس هو الحمد لله برضه يعني بالعلاج يا باشا يعني يومين ويقوم. الواد عضمة يا باشا مش زي أبوه مش طري. هو باشا ولا غلق غلى حبتين
بس انا وعز جلاله اللي لقى طوله جلب الشمس تحت رجليها اجيبها له. عايز اقول لك انا يعني اصلا بحب المشهد ده. انا بحب المشهد ده جدا. يعني كان واخدك في سكه تانية خالص طول المسلسل، كان بيتكلم بطريقه والناس فاكره ان هو واد شقي وبتاع وصايع، طلع بني ادم، في بني ادم صغير. لا ما يعرفوش بقى الحته اللي كانت جوه البيت، يعني مراته وابنه اللي هو اللي نايم جوه طول الوقت من اجل الواد الغلبان اللي نايم جوه. الواد الغلبان اللي جوه ده طبعا المشهد ده كان بالنسبه لك كان مختلف. ده حقيقي. وبصراحه انت عميل برضو يعني ساعدتني في المشهد ده بصراحه. يعني في المشهد ده كان في اللوكيشن دايما انت عارفه ممكن مثلا حد يغلط، حد يعمل صوت بتاع، او امير كان يعني انا كنت مركز جدا، وامير بجد كان يعني كان حميني من فكره ان حد يلغوش على على اللي انا حاسه يعني. فلا لا بس كان مشهد انا انبسطت جدا امير معاك والله العظيم السنه دي. انت وصحابي انت حبيبي حبيبي امير، انبسطت معاك كلكم والله والله العظيم. يعني الجزء ده بالذات كانت كل الناس حابه بعض وكله الحمد لله. تعجل ايه؟ لا انا مستنيه. مش مبسوطه؟ انت مش مبسوطه؟ لا انا مش مبسوطه معانا؟ لا في موقف بس هحكيه بس قدام شويه. طب في المشهد اللي كان اسلام جمال كان بيتحرش بيه كده. بتحب المشهد ده؟ بحبه ازاي يعني؟ لا انه كمشهد يعني مش كتحرش يعني مش كتحرش. بص هو تقريبا انا اللي اقترحت ان انا اضربه كده يعني. انا مش فاكره بالظبط هو كان التفصيله دي موجوده لاي درجه في السيناريو يعني. بس انا واسلام صحاب جدا من ايام فيلم المركب ويعني واخدين على بعض يعني ممكن نهزر هزار. ففي مساحه ان انتوا تهزروا. ففي مساحه بقى. فانا واقفه بقول الكلام وبقول المشهد. انا حسيت كانثى ان انا لو حد عمل معايا كده فعلا في الحقيقه ده هيبقى اول رياكشن هعمله. هو كان ايه رياكشن بقى؟ هديله بركبتي. بركبتي اه. عملت ازاي؟ طب تعالي نتفرج على المشهد نشوف. اتكسفت على طول. وهفيدك صدقيني مش هضرك. ولا انا يعني كان لازم ابقى خريج كليه شرطه عشان اعصابك تتعب اول ما تشوفيني؟ صدقيني لما تجربي هتعرفي ان اللي عند الصفوانيه مش عند وزاره الداخليه نفسها. انت قليل الادب على فكره. نعم يا حبيبتي. قليل الادب وكذاب وعيان كمان. اذا كان اللي انت بتعمله ده بياكل مع البنات الشمال اللي انت تعرفهم، فانا بقى دارسه وفاهمه كويس قوي البودره اللي انت كنت بتشمها والخمره اللي عملت تشرب فيها ليل نهار بتعمل ايه في الرجاله. انت بتقولي ايه يا بت انت؟ بقول لك اللي انت عارفه عن نفسك كويس، واذا كنت بتحاول تداري مصيبتك بالجو اللي انت عايش فيه ده، فحب اطمنك انه مش هينفع معاك كتير. عن اذنك. اقف يا بنت الكلب. انت انا بكلمك. انا هوريك البودره والخمره دول بيعملوا ايه وهنا دلوقتي عشان تعرفي تتكلمي ازاي مع امجد صفوان. ابويا اللي انت بتشتمه ده انضف منك ومن عيلتك كلها. صح كده. سلام سلام. اوعى. هو ده الحل. اي متحرش لازم يتعمل فيه كده. كده اه ده اقل واجب. نفس الركبه دي ها؟ وممكن اكتر بس مش هنخش جوه. بس هو اسلام ازاي عمل كده واحنا موجودين؟ صحيح. كنا فين احنا؟ كنا بنعمل ايه؟ كان بيتكلم عليا على فكره. نفتح كده. لازم ابقى ظابط شرطه وبتاع عشان ما انا خدت بالي. انا اول ما اشوف المشهد ده تخيل بقى. لما اشوفه النهارده انا زعلت بقى. طب اقول لكم ايه؟ تعالوا بقى اسمعكم صوت من احلى واعظم اصوات جابتها مصر. تعالوا نسمع مروه ناجي. Thank you.
احبك قد عيني حتى اكتر منها شوية وسألها انت وخلفها الصوت ده. طب اقول ايه طيب؟ لا يعني والله. انا مبدئيا ميرسي على التقديمه الحلوه اللي انت قدمتها لي دي، ويعني يا رب دايما ابقى قد الثقه الغاليه والكلام الكبير ده. لا يعني. انت لازم، انت تستاهلي ده والله العظيم. ربنا يخليك يا امير، انت اللي مبروك، ومبروك على كل حاجه، ومبروك على كلبش واحد واثنين وثلاثه عقبال كلبش 100 ان شاء الله. شفت صوره نزلها من كام يوم؟ لو انا اقرع ودقن قال لي كلبش 21 ده لما اكبر بقى ابقى متقاعد. ما شاء الله، لا بجد كلبش يعني مكسر الدنيا. اتفرجتي عليه قبل كده؟ اتفرجت على الجزء الاول والثاني، واتفرجت على جزء من الثالث، وبعد كده حفلات رمضان بقى وحاجات كده. الدنيا شويه خدتني. لا اتفرج على الثالث يعجبك بقى. الفلوس بس، الفلوس بتتكلم مقرش. خلي بالك عامله قرش، عامله قرش، ماسكه قرش. طيب انا اقول اروح بقى من الاول. لا بس ما شاء الله عليكي والله. لا صوت، صوت عظيم. انت طبعا مره انت ابتديتي اول حاجه كان من الاوبرا صح؟ صح. ده دي بدايتك قبل ما الناس تعرفك. صح مظبوط. احكي لنا بقى بدايه مشوارك كانت عامله ازاي، عايزين نعرفها برضه. البدايه كانت من الاوبرا. بدات كان في اختبار عادي خالص، انا اصلا من اسكندريه على فكره. فالاوبرا بالنسبه لي كانت حلم، بس حلم بعيد المنال شويه، لان اهلي كلهم مش من الوسط الفني. رحت الاوبرا وما اعرفش ان الموهبه يعني محترمه كده بصراحه. كنت بحسب ان الموهبه على قدي. دخلت الامتحان، دخلت لقيت مثلا في الكريدور حوالي 600 بني ادم عمالين يغنوا ويدندنوا، وانا اقول يا نهار اسود. انت قلتي خلاص راح. الاصوات اللي بتغني دي بقى انا هقف قدام يعني جنب دول واغني؟ طب هدخل وخلاص يعني، بس مش في بالي ابدا اني ممكن اكون واحده من المقبولين. هم كانوا عايزين 10. 600. دخلت بقى اللجنه. يعني هم ياخدوا 10 بس من ال 600. لا والكل بيغني ايه؟ كله حاجات كده. اعوذ بالله.
اعوذ بالله مفيش هزار. كلهم عبد الوهاب. ضرب ضرب مفيش شتيمه. فاللي هو بالنسبه لي ده يعني لا صعب واستحاله يعني، بس قلت خلاص حجر. حلل المشوار. لا بص بقى اللي جاي. وجاي من اسكندريه. وجاي من اسكندريه. ودخلت اللجنه بقى. اللجنه عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قولي بقى الاسامي اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه دكتوره لطيفه الحفنه الله يرحمه. مايسترو الكبير حلمي بكر. مايسترو الكبير مايسترو سامي نصير. دكتور رضا رجب. استاذ حسن ابو سعود الله يرحمه. الله يرحمه. المايسترو صلاح ابو باشي، المايسترو سليم سحاب. وانا جاي من بيتنا. دي الاسئله دي كفايه حلم بكر لوحدها. لا لا وانا جاي. تخض حلم بكر لوحدها. انت وين جاي؟ انا جاي من بيتنا مش فاهمه حاجه والله داخله. يعني حلمي لوحده اصلا لما حد بيسمع اسمه، اصل بص حلمي بكر ده يعني ده حبيبي يعني. انا كمان ده زي ابويا، انا بحبه جدا يعني. وانا كمان. فدخلت قال لي هيا يا بنتي هتغني ايه؟ دخلت غنيت، كانت غنيت مصر ولاتي في خاطري، واتكلت على الله وروحت اسكندريه. وقلت اسكندرية خلاص الموضوع خلص يعني ما فكرش فيه اصلا. وغني على البحر كده مع اصحابي بعد كده في العيد. انا اخر الجامعه وحلو قوي كده وسط اصحابي والدنيا ملمومه يعني. رجعت لقيت فيه تليفون مره مبروك انت من العشرة اللي اختاروهم في الاوبرا. جه بعدها مهرجان الموسيقى العربيه، قدمت مهرجان الموسيقى العربيه. اخذت الجائزه بتاعت المهرجان في السنه دي. ومن بعدها بدات تتوالى بقى المهرجانات بقى والحفلات. قلت بقى الدنيا قلبت بجد. لا خلاص قلبت بجد بجد، بقيت خلاص مهرجانات في مصر ومهرجانات بمثل مصر جوه مصر وبره مصر. رحنا رايحين بقى فويس على طول. بص الفويس كنت انا وقفت شويه غنى، كنت اتجوزت وقفت غنى شويه 3 سنين. ورجعت فجات لي الفرصه بتاعت الفويس. قعدت افكر، كنت انا خلاص عملت الاسم في الاوبرا والدنيا لطيفه وبقت خلاص الناس عارفاك، اخد الخطوه ولا صعبه؟ يعني مثلا كل الاساتذه بتاعتي هتزعل، يعني انت ازاي عملتي كده وازاي بترجعي وازاي داخله متسابقه بعد ما كان ليكي جمهور زي اي حفله اي نجم موجود وبيبقى عندي المسرح الحمد لله ارتس كومبلي ازاي يعني. بس انا قعدت افكر، يعني انا بقيت عايزه اقول للناس ان في صوت محترم مصري اسمه مروان ناجي، لكن عندي غرض اني اكسب ولا كان عندي في بالي ان انا اعمل فانز بالشكل ده. بس دخلت وغنينا برضاك، فجاه فضل وحمد من عند ربنا، فجأة الدنيا اتقلبت. أنا ما كنتش متخيلة رد الفعل اللي حصل. طب فاكرة اللفة الرباعية بقى بتاعت فويس لما الأربعة لفوا مع بعض مرة واحدة أول ما هي غنت؟ دي لحظة تاريخية ما تتنسيش. يعني لا وأربعة كمان إيه يعني؟ يعني بيفهموا في الأصوات يعني. طبعًا أهم 4 فنانين في العالم العربي بيلفوا لك وفي لحظة واحدة. بص أنا ما كنتش باصة، يعني أنا كنت وقتها دخلت ومركزه في اللي بقوله وشايفه الكراسي ملفوفه، ودي كانت حاجه حلوه قوي ان انتوا يعني مديني ظهركم، دي كانت بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا. اول ما لقيت تك 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 في جزء في تكنيك عالي قوي، اول ما ده حصل لف كاظم الاربعه وقفوا ببص لهم كده خلاص انا بقيت في حاله ذهول مش مصدقه. حتى في الفيديو باين لقيتهم كملي 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 من كتر الخضه. بس عايز اسال مروه اني لحظه بالنسبه لك فرحتك اكتر؟ لما لفوا الكراسي عليكي في ذا فويس، ولا لما كلموكي قالوا لك على موضوع الاوبرا ان انت من العشرة؟ بص مش عارفه صدق عمري ما فكرت كده. قصدي لحظتين يعني فارقين في حياتك. صح. فانا عايز اعرف بس اني اكتر اللي هو يعني يمكن وقت الاوبرا انا كانت خطوه انا بحبها وكان نفسي فيها وبحققها لوحدي ومجهودي، بس يمكن الثانيه كانت صداها اقوى لان انا فجاه ما فهمتش ايه اللي بيحصل. اوكي. انا كاني بغني لحياتي لاول مره رغم اني عملت حاجات اهم من دي بكتير. بس فجاه التليفونات ما بطلتش تسكت، حتى اصحابي وزمايلي اللي انا كنت قلقانه منهم لقيتهم اللي بيكلموني. عارف دخلت على التايم لاين عندي مروه ناجي مروه ناجي مروه ناجي، قلت اصحابي بيجاملوني يعني بس مش كل دول يعني. أيوة مش كل دول صحابي يعني. بس اصحابي يعني لا قلت اصحابي اللي على الفيسبوك بس عشان شايفاهم على التايم لاين فحواليا بس. انما لقيت وقتها دبي تاني يوم بتكلمني تقولي لا مروه يعني نسبه الشير ونسبه الفيوز مش طبيعيه ان شاء الله. مبروك عليكي ومبروك عليكي اللي حصل، فلم اقدرش انكر انها من اهم لحظات حياتي. صح صح. ايه رايك في اغنيه بتسالي عليا؟ عارفه بتسالي عليا؟ لا بجد؟ انا ضايعه في ال... وانت مش مصريه؟ هو خلي بالك يوسف يعني تسال عليا يعني اولها حاجة. مثلا حمائي حسام حبيب خالص. لا بس مش شرط. انا قصدي لو حبيبي انت بعيد تامر حسني. لا بس اكيد عايزه اكيد عارفه فايزه احمد صح؟ ايوه بس انا مش حافظه. بس لا لو سمعتيها ممكن عارفه فايزه احمد بالظبط يعني. انا كل بتسال ليه عليا وتقول وحشاك عينيا؟ ما انا هقول لك حاجه بقى، انا بقى ضايعه في الحاجات دي، انا ذاكرتي زي الزفت.
فانا في حاجات كده هي متخزنه من الحاجات اللي انت بتسمعها طول عمرك بقى، فاهم، في التلفزيون، في الراديو، في بتاع، بس ممكن ما بقاش عارفه مين اللي بيغني او ده كان في فيلم ايه، يعني كله عندي سايح في بعضه. بس طبعا فايزه احمد معروف. بس انت عارف فايزه احمد؟ ايوه طبعا. في ايه يا جماعه؟ فما تلاقينيش احفظ. عشان كده تعالي اسمعلك والله تفتكريها. مره ما تيجي نسمع بتسال ليه انت بتغني؟ ايوه بس يعني ده بدندن بدل ما تقول بجد بجد بجد. يعني يعني تعرف تغني معايا فايزه احمد تسالي عليا؟ انا مش حافظها قوي بصراحه، بس يعني ممكن اقول معاكي يعني. بجد والله؟ وعوضي. لا انا عوضي ايه؟ مفيش عوضي. عوضي مين؟ خد مايك من وراك بس ولا نغني مع بعض؟ والله ما اعرف يا عم. مين بيعرف؟ ما اعرفش اصلا. يا عم محدش بيعرف. والله ما اعرف. تمام والله ما اعرف. امسكوا بس كده. عامل كده خلاص. يلا تعالي نسمع بتسالي عليا. يلا تتخضيش بقى. لا لا هتغني بجد؟ لا لا هتغني بجد؟ انت هتتفاجئ. الله يعوضك. الله يعوضك.
خلي بالك بس انا اصلا ما بقدرش اغني عشان ما افاجئش الناس بصراحه. انت تعبت عود. لا وبعدين انت بتغني لو انت بتغني مع حد صوته كمان يعني العرب اللي انا بطلعها دي ما حدش بيطلعها ربع تون. مش عارف ربع تون الحمد لله وما كملش الاغنيه. انا ما اقدرش هغني ازاي بعد كده. طب ايه يا مروه؟ ايه قول لي مسرح الغنائي بقى في سيره الحب متهيألي صح؟ لا اول حاجه لقيت بعد تفاحه ادم مكالمه من المخرج الكبير عصام السيد. لقيته بيكلم الناس دي ما بتكلمناش احنا ليه طيب؟ اشمعنى انت يعني؟ طب اروح انا وايه؟ كان وقتها مسرح غنائي كنت انا وبطولتي انا واستاذ علي الحجار وعملت افتتاح المسرح القومي. بعدها عملت افتتاح البالون بعرض اسمه بيت الفن. وبعد كده عملت مسرح تاني عملته راسي من مجموعة أعمال تراثية عملت أيوب وناسا. ودلوقتي سيرة الحب ببطولتي أنا وإيهاب فهمي إخراج المخرج الكبير طبعاً عادل عبد. ده أنت فيه لأ في مشوار مشوار عظيم. أنا بعد شوية التمثيل لقيت بقى التمثيل خدني على الغنى في مسرح وعلى المهرجانات بقى وعلى المهرجانات طبعاً. إيه بقى موضوع المهرجانات؟ بص يعني الحمد لله يعني من حفلاتك في الاوبرا والناس لما تيجي بتشوفك ويحصل مهرجان مثلا موسيقى عربيه بدات الناس تيجي تسمعك من كل انحاء العالم العربي. فالحمد لله سافرت مهرجانات كتير. لا ده كمان مش غنت بس تتفرج على رد الفعل الناس عامل ازاي. تعال بص ده ايه الحلاوه دي؟ ده كان مهرجان الشارقه. انا كمان عايز اقول لك انا السنه اللي فاتت اتشرفت ان انا كنت من في اكبر مهرجان يعتبر من اهم المهرجانات في العالم العربي مهرجان بعلبك. مسرح ده واقف عليه يعني عظماء كتير طبعا كوكب الشرق ام كلثوم وعبد الحليم ووديع الصافي طبعا من حفظ الالقاب اساتذتنا كلهم. فانك تكون بنت صغننه واروح اعمل افتتاح مهرجان بعلبك السنه اللي فاتت ده كان حاجه عظيمه. وغنيتي في ايه؟ غنيت في كان اليوم اللي كان الافتتاح كانوا عاملين اهداء لكوكب الشرق ام كلثوم وعملوا الاغاني بتوزيع اوركستريشن توزيع جديد لاغاني ام كلثوم. فغنيت حاجات كتيرة قوي. غنيت ألف ليلة وليلة، غنيت فكروني، غنيت بص كل ده نسمعه منك بس أنا في أغنية بحبها ليكي كده عايز أسمعها. يلا حاوي غاوي. يلا بينا. Thank you.
تمام لبسوا العمة تمام لبسوا العمة مش بالعكس دي حاجه عصت غريبه الكنبه طولت ربنا الكنبه طولت شويه بارك في الكنبه ما تيجي نملاها طيب يلا بينا معانا دلوقتي واحد حبيبنا بقى قوي مين نيرو نير بتاعك في المسلسل اها سلام ارحب بمحمد علي رزق ايه يا زوك ايه يا حبيبي ازيك يا زوك؟ انت عارف انت هتعمل ايه طبعا؟ انت وجمان على الاي تي على الاي تي معروف معروف هو مع بتوع الامن هو مع بتوع الامن هو صدام وانت معايا يلا يا ريم ريم معاك هتعمل ايه؟ دايما تعالى ارحب بقى بحد تاني بنحبه كلنا جدا مين اكتر واحد انا بحبه؟ انا بحبكم طبعا كلكم عمر الشناوي طبعا حبيب قلبي عمر الشناوي زوجتي اللي فجروك فجروك في الحلقه وضحكوا عليك اهلا اهلا استاذ شوفوا بقى اقعدوا خلاص اقعدوا يلا احنا كنا مع بعض جوه ازيكم تعالى بقى نطر القعده شويه يلا نطريها شويه قومني مره واحده يا امير ايه قومني مره واحده كل شويه نقول خد بقى خد اللي جايه دي مين العروسه بتاعتنا بقى اماني كمان من الاول ازيك يا امين طب وانا لا ما عشان هتبوسك فخلوها في الاخر ما اصلنا كده واحد بقى الشبح الشبح بتاعنا اه نرحب باسلام جمال عامله ايه؟ عامله ايه؟ مش عارف؟ ده انت طلعت شبح بجد لا والله خالص والله ده ايه الناس كلها طلعت الناس طلعت بتحبك ايه؟ اه الحمد لله انت طلعت شبح الحمد لله كسرت الدنيا بس عايز اقول لكم حاجه والله السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات ده كلكم عملتوا شغل حلو الحمد لله عامل واحد فيكم علم علامه كده انا بحس بعيد عني خالص بحس ان كلبش ده بيبقى وشه حلو كده على الناس مش عارف ليه ده حقيقي والله العظيم كل سنه يعني كل سنه يطلع منها يعني كل سيزون بيطلع منه حد بينور جامد قوي بس السنه دي ما شاء الله كلكم نورتوا يعني كل واحد فيكم عمل دور جامد وكل واحد فيكم علم جامد الناس لا اتكلموا معايا مش هفضل اتكلم قولوا لي رد عليا قولوا لي حاجه انا مش متعودين نشوفك احنا جايين ولا انا والله احنا متوتره مش عارفه اتعامل معاك انت واخده على الشنب وبتاع واحد تاني انا جاهز يلا نرخي يا سلام احنا واخدين على المعامله الناشفه بتاعت الناس ولا واخدين على الضحكه وبتاع انت مش عامل عبيط تعالى اوريك العبط والجو احنا واخدين على الكلام ده انت رز بقى اخبار كلامش معاك ايه الفتره اللي فاتت عامل معاك ايه في الشوارع رد فعل الناس كانت عامله ازاي رد فعل غريب جدا حتى على السوشيال ميديا حتى انا لو كتبت ايه قرانيه الناس بتخش خد بالك سليم هيهزقك خد بالك سيبك من جمانه يلا يا بتاع جمانه انا متهزق بسبب جمانه دي 24 ساعه في الشارع الناس بتوقفني كتير جدا هتعملوا معاك اكرم صفوان ما اعرفش ايه لا بس حركه كده لا مصر كلها شغاله معاك انت وجلال بيه ولا ايه الشارع بصراحه كله بيتكلم عن كلبش واكل معاهم جدا الكاركترات بتاعتنا بيكرهوا اسلام جمال جدا في المسلسل في المسلسل يعني شوف الحقيقه بيحبوه انا مش عارف في ناس ساعات بتوصل ان هي لما تقفش منك في المسلسل بتقفش منك بجد يعني ده ممكن يتضرب عادي جدا ما دياب في كلامش واحد مش اتضرب واحد مسكه قفش وقال له انت بقى جابوا من قفاف العربيه حلال واستنى لا تعالى شوف لك برضه مشهد كده نفكر الناس بيه نفكر الناس بيه اسمع يا ابني قضية أكرم صفوان لو سلمنا جمانة هتساعدنا وهتقربنا منه أكتر، إيه رأيك بقى؟ يعني إيه يا فندم؟
واحنا من امتى بنسلم مثل المجرمين يا جماعه؟ يا عمار هو انا بقول لك هنسلمها؟ انا برد عليك، انا تعبت. حضرتك ساكت يعني يا جلال بيه؟ مش لما يبطلوا خناقي الاول. طب عاوز يا باشا، انا اسف، معصبني وفور دمي من الصبح، مش عارف اعمل معاه ايه. طب بصوا بقى، انا قاعد بسمعكم من بدري ومش عاجبني كل الكلام اللي سمعته. مختصر الكلام، احنا مش هنسلم جمانة لأكرم صفوان لاننا عارفين هو هيعمل فيها ايه. طب الحمد لله. بس في نفس الوقت احنا مش شغلانتنا اننا نخبيها ولا نحميها منه، وخصوصا لو ده هيعرض شغلنا كله للخطر. انا اسف فندم، لا هنسلمها له ولا هنحميها، هنسيبها في النص. يعني انا مش فاهم. هنديها 24 ساعة يا بني ادم، وال 24 ساعة دول ليك انت، يا تجيب لنا منها حاجة مفيدة في قضية أكرم صفوان، يا إما تتكل على الله تشوف مصلحتها بعيد عننا وعنك. تمام يا فندم. فهمت؟ أنا عايز أقول لك إن أنا زيكم والله، أنا لما بتفرج على كلام الشلة بستغرب نفسي أوي. كنت بتقفش عليا كده أوي. أنا عارف إنك بتشتغل معانا على فكرة. والله خالص. على فكرة الناس فعلا بتكتب لي على تويتر بيزعقوا، هو بتكلم لما رميتني من العربية. اليوم اللي قال لي في حد تنزل العربية وفي حد هيبص لك أصلا، اليوم ده انت اتشتمت عندي على التايم لاين وعلى تويتر بشكل فظيع. بس حبيت دي كمية ناس بيقول لي اقعد يلا بسببك. فاكر لما قلت لك ياسمين بنا شاوي اقعد يلا؟ انا من ساعتها ده انا امي بتقول لي اقعد يلا. بس انت كنت بتحب بروسلي. كنت بتحب بروسلي. بص، هو كان بيحب بروسلي طول الوقت، وكان مستغربه، شايفه واد جدع وابن بلد وابن حلال وبتاع، بس كان مستغرب الشخصيه عامله ازاي. انت بقى؟ انا بقى زي ما انا قلت لك، حكايتك معايا حكايه. انت عارف انا بحبك جدا جدا والله. وانا كمان. انت مكسوف؟ جدا كالعاده. انت باين قوي، ده انت عريس. لا بس هو الجو حر. الجو حر فعلا. انت اقدم واحد في العيله، يعني انت الوحيد اللي مكمل من كلبش واحد، يعني ثلاثة يعني. كان نفسي اكمل لحد انا عايز اقول لك، انا مش هنسى وشه لما جيت قلت له على فكره عمر، قال لي عندي خبر مش حلو. قال لي ايه خيره؟ قلت له انت هتموت في ال 23. قال لي لا يا راجل وبتاع. قلت له مصعب مبارك هيموتوه. قال لا مستحيل. قلت له مصعب هتموت هو خلاص. انت بتلعب معانا اللعبه دي بقالك من اول جزء. هو قال فاخر هنا كده، ولا شجع توحشينا، هتزعلي مصر كلها. قلت له انا مش عايز ازعل مصر، انا عايز اكمل. فتشوف وشه لما قلت له ان هو مش هيكمل المسلسل كان عامل ازاي. بس بعد ما حصل المشهد بتاعه طبعا، عايز اقول لك انه قعد يومين الناس كلها بتتكلم عنك. اه ده حقيقي. انا ما صدقتش نفسي بصراحه. يعني الفيدباك اللي جالي ما يعني انا ما كنتش متوقعه. انا كنت خايف كده حسام يكون فاهم جه حاجه وراحت، مش حاسس بيه كده، حاجه وراحت كده خلاص خلصنا منه بقى بقرف وبتاع. لا بس الحمد لله يعني. لا بس عايز اقول لك ان اخر مشهد انت عملته ده انا بصراحه يعني عجبني جدا. حتى الولد اللي كان معاك اسامه الهادي ممثل شاطر جدا، انا كنت اول مره اشوفه بصراحه. حتى كلمت بيتر قلت له ده مين؟ قال لي ده اسامه الهادي ممثل كذا كذا كذا. فلقيته منزل المشهد ده على الفيسبوك، رحت دخلت كتبت له برافو عليك وجامد جدا ومبروك. فهو ما صدقش، راح مكلم بيتر قال له هو امير ده فعلا اللي على الفيسبوك. وكلمني وكلمك برضه. بس هو ممثل شاطر قوي. فكان في مشهد بينكم انتوا الاثنين، كان تعال نشوفه، تعال نفتكره. يلا. على فكره انا زيك مسلم، بحب ديني وعارف ربي، واهلي كلهم زيي، والناس اللي تحت كلهم نفس الحكايه. انت مضحوك عليك والناس دي بتستغلك. تقدر تقول لي هم ما جوش يفجروا نفسهم مكانك ليه؟ سيب اللي في ايدك بس وتعالى معايا، جزائك هيبقى اخف. انا وانت عارفين كويس انا لو سبت البتاعه دي من ايدي انتوا هتعملوا فيا ايه؟ مش هنعمل حاجه. كلمه شرف مني هتتحاسب بالقانون، محدش هيأذيك. انت زي اخويا، احنا شباب من سن بعض، وانا والله فاهم ومقدر الناس اللي ضحكوا عليك دول قالوا لك ايه عننا. قالوا له انكم خدتوا ابن عمي من البيت وقتلتوه. طب هدى وانا هعرف ابن عمك فين ومين اللي قتله، بس انا متاكد انه مش احنا. انت بتقول كده عشان خايف. انا مش عاوز اموت، بس انا عارف ان انا لو مت دلوقتي هقابل ربنا وهو راضي عني. انا هموت بطل، الناس كلها هتحط صوري في الجرايد ومش هينسوني، انما انت هتتنسي. صدقني انت لو سلمت نفسك دلوقتي الناس هتفتكرك وهتدعي لك. يلا هات اللي في ايدك ده. راح مفرقعك. انا عايز اقول لك ان باتمان شتم الشتيمه
بكري اللي عامل الضابط هشام ده اتشتم شتيمه، قالوا له ادخله ما كانش عصر كده، الواد كان هيسلم نفسه يعني. بكري يوميها قتل اللي عايز اقول لك، بعد المشهد ده اصلا الناس ما صدقتش ان هو مات. يعني الناس ابتدت مستنيه الحلقه اللي جايه زي ما بنعمل كل سنه، يقول لك ايه لا يا عم ده اكيد ما ماتش، وهيطلع بقى من ورا زي سليم الانصاري ما ماتش وبتاع، فاهم؟ لكن هو اللي كشفنا بقى ان هو مات مين، هو عمر نفسه، هو اللي نزل ساعتها بوست وكان كده فيه انا اتبسطت جدا في كلامش فبين لمصر كلها ان هو اللي مات. هو اصلا اليوم ده، اليوم ده لما احنا كنا بنصور وانت عملت فيديو كده وقلت ده انا مبسوط جدا ان انا اشتغلت معاه، وانت قلت ما ننزلوش غير بعد ما الناس هو بقى بعد الحلقه راح منزل شكر لكلبش وان انا مت في الجزء الثالث، فحرق ان هو مات. والحلقه اللي بعدها كان هيبان ان هو مات. الانفجار حصل يعني يا عم، ما انا اتفجرت 60 مره قبل كده. انا الناس بتقول لي انت ما اتعلمتش من سليم ما تموتش ازاي؟ انت غريب قوي يا اخي، فوت كنت اتعلمت مني طول الفتره دي. لا متهيألي يا اماني ان انت الدور ده فرق معاكي الفتره اللي فاتت صح؟ وانا قلت لك برضه كده في اول كلام، انا كنت خايفه منه اصلا في الاول، كنت خايفه الناس تكرهني، بس تعاطفت معايا جدا في الاول. كرهوكي صراحه، بعدين تعاطفوا معايا. بعامل يسرى وحش وبتعامل بطريقه مش حلوه، ففي الوقت ده ما كانوش بيحبوني، بس بعد كده بقى لطيف جدا. كان صعب عليك يعني الدور؟ المشاهد اللي بيني وبين اسلام يعني انا ما كنتش حباها قوي، بس بقيت احبها بعد كده، بس كانت عنيفه قوي يعني بزياده. ده في مشهد كلك فيه علقه، ما هو ده كمان ورجله وبتاع ومعامله يعني. لا هو اليوم كله كان صعب. فلت انت على فكره، فلت مني. والله انا الوحيد اللي ما ضربتش في كلبش. فاكر يعني ده من الفيلم بيتضرب يعني ازاي ما ضربتش في المسلسل؟ انت ما انت ضربتيه، شفنا شفنا. ايوه عليك. مشاهد الضرب انتوا الاثنين بقى كانت ايه؟ كنت قادر تضربها فعلا؟ الاقلام يعني الاقلام لا اكيد مش هضرب. ما كانش حقيقي؟ لا اكيد مش هضرب زميلتي زي السينما. لا على الهوا؟ لا على الهوا. بس شلوت حقيقي. الرجل خدتها بجد. دي خدتها فعلا. الرجل بجد. بس يعني استأذنتها يعني. لا وهي كانت تمام. متعاونة يعني. لا كمان هو قال لي ان المكان هنا ما بيوجعش. مين اللي قال لك؟ يعني هنا هنا في مش بس هو بس ده حقيقي. مش هتوجع يعني، فاهم؟ يعني هنا مش هتوجع قوي. مفيش كسر. فكرة بيتر وعملناها بالراحة يعني، ما يعني هي الحركة بس. تعالى نتفرج على المشهد ده برضه. امال احنا هنفضل مقضينها مع بعض كده؟ ده لو كان عاجبك. يعني ايه يا امجد؟ يعني انا مش هاخد واحده زيك تسحبني لتحت. تسحبك لتحت ليه؟ هو انت جايبني من الشارع ولا ساحبني من الكباريه اللي انت بتسهر فيه؟ انت عارف كويس قوي ان انا قبل ما اعرفك كنت ايه. كنت ايه بقى؟ كنت ست محترمه ليها بيت وليها بنت، وبعت كل ده علشانك. ست محترمه هيدا، انا بلع النصبايا دي من زمان وساكت، بس انا خلاص قرفت من الليله دي كلها. تقصد ايه يا امجد؟ أقصد إن باللي أنت بتعمليه معايا ده أنت لا تعرفي حاجة عن الاحترام ولا عمرك سمعت عنه. وأنا عارف كويس أوي إن أنا مش أول راجل تستقرضي جوزك وتصاحبي عليه، ولا هكون آخر واحد. أنت بإنه كيف عندك تبقى على ذمة راجل وتصاحبي راجل تاني؟ أنت بتقول إيه يا حيوان أنت؟ حيوان يا صايعة. حيوان. حيوان يا صايعة. عايزة تستقرضي واحد يصرف عليكي ويتجوزك مش أنا، وروحي دوري لك على عيل أهبل. يلا يا بنت غوري مش عايز أشوف وشك هنا تاني. يلا. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ طبعا جالك قلب يعني. لا متهيألي انت في كان في مسلسل تاني انت كنت عامله في رمضان، حكايتي. حكايتي وكان في كنت تضرب حد برضه صح؟ ياسمين صبري برضه صح؟ جاي يضرب كل الستات. عايز اقول لك كنت قاعد بالصدفه ببص فلقيت ياسمين عبد العزيز دخلت بتقول له جري يا عم انت عمال تدورها تضرب في الستات ولا ايه صح؟ ياسمين عبد العزيز كتبت لك كومنت كده. بس الدورين متهيألي كانوا مختلفين شويه عن بعض. هنا يعني الظروف هي اللي عملت فيه كده. اخوه قاسي وعلى طول شايف ان هو بيعامله وحش وعنده مبرر. هناك هو الواد من اول مشهد وهو ناشف، ما عندوش هو وحش مفيش لحم ودم. لا بس هنا انت برضو ليك عذر ان انت عندك طبعا كان في اكرم صفوان اخوك الكبير نفسه كان حاجه يعني كارثه. بالمناسبه طبعا عايز اوجه تحيه كبيره للاستاذ هشام سليم والاستاذ احمد عبد العزيز والاستاذه هاله فاخر طبعا ام سليم الانصاري. وكان نفسي طبعا كل الناس دي تكون موجوده النهارده، وساره عادل طبعا، بس مشكله عندنا في حاجه واحده بس في الكنبه يعني، عندنا كنبه. حظنا ان السيزون ده والجزء ده كان فيه ما شاء الله ناس كتير. تعالوا دلوقتي اسمعكم بقى صوت انتم ما حضرتوش لسه معانا، مروه ناجي صوت خيالي. تعال نسمع انت عمري، ايه رايك؟ يلا مروه. يعني مش بتعرف ان انا مصريه؟
نسيتني بيك انا ليه ونسيت معاك معاك الشجن يا سلام اللي شفته اللي شفته حرام عليك الصوت الجبار اللي كان بيغني عظيم قمر فظيع اه فظيع فعلا ودنك حلوه يا ريس انا ودني حلو؟ لا ودني حلو بتغني حلو بتقول انت لا انت بتقول انا بغني صح عندك احساس دليل عامله ايه؟ كويسه من ساعه ما جات لنا التصوير واتصورت معاك كل ما كانت بتشوف الافيشات بقى محطوطه على الكباري وكده تشاور تقول لي اه انتوا صحاب انا جيت حضرت واتصورت معاه كل ما بتشوف صورتك بتشاور عليه ربنا فهي فاكره يعني لحد دلوقتي انت عندك دايما مشكله حتى في التصوير انت دايما لما بتسيبيها وقت كتير بتتضايقي تحسي انك تكتئبي كده في الشغل هو انا بحس ان انا ام وحشه بص هو في مشكله في الامومه بشكل اي ام حتى لو مش بتشتغل حاسه بالذنب دايما حاسه الامومه ماشي بقى حاسه ان هي يعني اي ام دايما حاسه بالذنب حتى لو هي قاعده متفرغه لاولادها فما بالك بقى شغلتنا احنا بالذات ممكن اقعد يومين ثلاثه ما اشوفهاش فبحس ان انا مقصره معاها جدا وبتوحشك طبعا ها جدا يا يوسف احنا هنا برضه هنا حاسه مرافيا ما انت عشان مش حاسس الكلام ده لا يا يوسف عشان ما عندكش عشان ما عندوش عيال بالظبط اتفرج بقى على اللي لسه جايب عيل ده دلوقتي بص اتفرجي هتلاقيه بيجري اصلا على البيت جاري عشان يشوفه ابو حسن لسه مش حاسس بحاجه ابو حسن ابو حسن اه بتقولي لسه ايه لسه مش حاسس بحاجه يعني مش حاسس الناس قالوا لي بقى اول ما هتشيله هيجي لك مشاعر ومش عارف ايه عمال ابص له مش عارف مش عارف مش حاسس مش حاسس الناس بتقوله انت مين يا لا بس عايز اقول لك على حاجه انا لما خلفت اول مره برضو الناس بقت تقول لي انت اول ما تخلف اتفرج على ابنك ده اول ما تمسكه هتعيط اول ما يتولد لقيت عادي مفيش حاجه يعني انت فاهم برضو ما حسيتش فقلت وانا اللي غريب ولا ايه النظام بس عايز اقول لك اول ما الولد او ابنك بيكبروا بيبتدي بس يضحك لك ويبتدي يتكلم معاك خلصت اتفرج بقى عبيط بقى في البيت انت فاهم مش عايز مش عايز تنزل من البيت فاهم ايه هستناها مش حاسس برضه لا لا هستناها ما انا هشوف هو بس لما تحصل احس ما يبقاش ما الموضوع ما فيهوش احساس كده لا 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 بص هتحس احلى احساس في الدنيا على تسع شهور هنشوف يا رب كل الناس بقى بتتجوز بتدخن هي مش بتاكلك ولا ايه ده انت الوحيد اللي خسيت بعد الجواز بس انا عارفه ليه اقول لك عشان كانت هي اللي عامله البتوعات التريكو دول اللي هو حرام لابسهم طول المسلسل خسسوه من الحر خسسوني في الحر بس اللي هو البنطلون الاسترتش اللي بيتلبس لا انا مراتي ده كان 150 كيلو 150 كيلو وصلت 109 لا لا دلوقتي 105 105 انا بنكمل اهو مكملين هي ما تعرفش حاجه عن الاكل غير الاكل المسلوق والني في ني والسلطه هي مراتك ما تعرفش تعمل ده يا بنت الحلال في اختراع اسمه مكرونه محشي ما محشي حمام
يوم واحد في الاسبوع في الفري وعند مامتك. انا مش هطبخ الحاجات دي. ليه بقى؟ هي ما بتعرفش تطبخها. ما بتعرفش ولا عشان هيلثي بقى؟ هي بتقول ما بتعرفش، بس لو ضغطت عليها هتعرف. لا اي حد عايز يتعلم حاجه يتعلمها. بس انا عايش على الرز المسلوق، الفراخ المسلوقه، اللحمه المسلوقه او رمد. وتطلع عند الحاجه بقى طبعا. اوه احنا جربنا القطايف القطايف بعد سالنا مره في التصوير حاجه يعني. لا الحاج اصلا على قديمه. يوم الفري ده بصحى من النوم بنزل بالبيجامه، باخد معايا طقم هلبسه وانا نازل من عند ماما. بس بعد ما تاكل هناك. عشان اقعد بالبيجامه براحتي بقى. اكل بقى تشر بقى على نفسك. اكل وطبيخ. والثلاجه ما شاء الله تحس ان هي منفذه على الشارع ما بتخلص. في حمام بجد ماشي. ده كان فيه مسقعه. حاضر يا ماما حطي. ده كان فيه جلاش. ايه الثلاجه دي ايه؟ المطعم. لا البيوت بتاعت زمان اللي اتربينا فيها دي الاكل فيها كان فيه بركه كده وفي خير ما الاكل ما بيخلصش. انت طبعا موضوع الاكل بالنسبه لك انت انا عايش على خصكش رز وفراخ مشويه وسمك مشوي. بس انت بقالك حوالي 4 سنين بتعمل كده. بقالي يوم. صح؟ بقالي يوم. طول الوقت بتشوف لك يعني في فيديوهات كتير بتنزل ليك الفترة اللي فاتت. تتمرن وبوكس وبتاع وتمرين. فيديوهات بياكل فيها اصحابه. لا بس هو الفكرة في الاكل ان هو تعود بس مش اكتر. هو الفكرة انا ما بحبش اصلا الحاجات اللي هي الفرايد ما بحبهاش. فانا اكلي دايما يا رز وفراخ مشوية، رز وسمك مشوي، يا رز ولحمة مشوية. فالمحمر ده انا ما باكلوش يا نادر قوي لما باكله لحد دلوقتي. خلاص. بس طول عمري ما باكلش حاجه دي. طول عمرك اصلا مش حاجه وابتديت تاخد. لا ماليش في المحاشي والحاجات دي. وما تعالى لي انا بقى في المحاشي. ماليش انا في الحاجات دي. انا اكيل اصلاوي بقى. بس انا احب العكاوي امير. انا احب العكاوي. احب الكوارع والعكاوي ولحمه الضاني. طبعا اللي هي الحاجات اللي بص اهو مفترسه. لا سوق عمر بقى الغلبان ده كان يجي لنا ايه في التصوير وجايب معاه بقى العلبه. العلبه السلطه. العلبه مش العمود بتاعنا بتاع زمان. العلبه علبه هو علبه بلاستيك برضه ابن ناس. لا حفيد كمال الشناوي في برنس كده. جايب علبه. جايب علبه كده ومحطوطه في شنطه مش عارف عامله ازاي وعامله عنده طقوس كده وعلب بعدد وجبات. منظم عمر. منظم مرتب. يا ريت ان انا اللي بعملها انا بتتعمل لي. فانا يعني انا لو عليا هتلاقيني فاهم باكل اي حاجه موجوده. مراتك ايه اللي بتعمل لك الاكل؟ بتطبخ يعني مراتك؟ شاطره ولا شاطره؟ لا معلش بقالكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا داخلين على سنه دلوقتي. خلي بالك ما تعودش على كده. لا هي مكملة. لا انا عملت كده لجوزي 3 شهور بالظبط. لا بس هي سنه. اول الجواز كل يوم اعمل له بقى ان شاء الله حتى ساندوتش بس هيلثي بقى فيه خس وطماطم ومستردة ومش عارف ايه وروز بيف وحاجات كده وسلطه شويه سلطه وشويه فاكهه. 3 شهور بالظبط رحت نازله تصوير مسلسل خاص جدا 2009 ما شافش الكلام ده لحد دلوقتي. بينزل بحجر في الشارع. انا مراتي بقى لها 11 شهر ماشي كمان 11 شهر. فاضل لك شهرين وشكرا. شهرين وهترمي توبتي صح؟ مفيش يا معلم. تقول لها مفيش اكل. ما هو صباح الخير الاكل عندك. انا عارف انت عارف انا الاول مسلوق. طب مش نعمل حاجه. ظبطته استميته. استميتني خلاص. طب انت اول ما تعرفتي بقى في الشارع يا اماني الناس كانت بتعرفك على طول ولا بيفتكروكي حد تاني؟ لا في الاول خالص الموقف اللي انا قلته لا في الاول كانوا بيعرفوني باسم الشخصيه. بس عندي موقف. كنت مره قابلت بنات في الحمام فقالوا لي احنا بنحبك قوي في الحمام. انت عارف عشان زحمه. انت اي حاجه فيها حمام بتتبسط. لا البنات بيرغوا مع بعض كتير. فبعد ما قالت لي بحبك في الاخر قالت لي انت كنت حلوه قوي في كلبش. في ناس كتير انا ما عملتش كلبش الجزء الثاني ولا الاول. ففضلت ساكته مشوا البنات قلت لها انا ما عملتش كلبش بس دايلي جايبه. انت عرفتي منين؟ دي بشرة خير على فكره. كانت فاكراكي في ريم مصطفى. بس ريم حلوه برضه. ريم قمر طبعا. على فكره انا حد دلوقتي طلعت من جوه قال لك طبعا. بجد؟ انا بيحصل لي كده ساعات. بيحصل لي نفس الحاجه برضه. بيفتكروكي مين؟ بيفتكروني نور. انت النهارده قلبه نور. تخيلي بقى ده صح؟ كتير قوي لحد دلوقتي يعني اخر مره الشهر اللي فات. والله النهارده شبه نور فعلا. ازيك عامل بس نور برضه حاجه حلوه. ويكلموكي بقى على شفت فانيلا وكاب وكده مثلا. يا سلام ده كان زمان قوي. الشارع بقى يا اسلام انت الناس ابتدت تعرفك متهيألي الفترة اللي فاتت دي. الحمد لله. انا كمان كويس. فكرة ان الاسم انا اتخدمت ان اول دور مثلته في حياتي اسمه اسلام. ده كان ايه اول يلا. دور ليك بقى؟ فيلم اسمه نور عين. ده مع تامر حسني. مع تامر حسني ومنى شلبي. بتحب تامر انت؟ اخويا الكبير. بحبه طبعا. فهو تامر حبيب الناس كلها. جميل.
ده كان اول دور ليه. ففكره ان اسلام دي فالموضوع بقى سهل. كنت طالع مدمن برضه بتاع هو دايما طالع واطي. انت عايزه مني ايه؟ انا عايز احكي لك دي اول مره في حياتي. ايوه احكي بقى اول مره في حياتي. لا لا في ناس اقسم بالله بنعمل لا مش في الحمام والله. انا كنت داخل الحمام بنعمل بروفا في فيلم المركب وداخل الحمام وكلنا هننزل مع بعض انا وهي واحمد حاتم وكلنا هننزل مع بعض خلصنا شغل يعني. فدخلت لقيت واحده بتزعق من بره بتشتمني انا ما اعرفهاش. فخرجت بقول لاحمد حاتم دي مجنونه دي ما تعرفنيش يا عم. بتشتمك انت؟ بتشتمني اقسم بالله. ما اعرفهاش. ما تخلص يا زفت انت بقى عايزين ننزل ده انت حاجه قرف. لا هو في رقابه بس ومش ينفع يعني اكتر من زفت. الله يحفظك مش ينفع. انا عارف كده حاتم بقى قاعد يعني دي عمرها ما دي طيبه مش عارف. لا لا خالص انا بسكوته. لا يوسف احنا هنا طول عمرها مش الفاظ مين ولا بقول لها يا يوسف ما بتقولش الفاظ طول عمرها بسكوته خالص. بسكوت لا هي الشكل مش ماشي مع الشخصيه ما الناس ما بتشوفهاش في الكواليس على خلينا ساكتين الفتره دي شربت ميه كتير. ايوه بس انا عايز اعرف برضو هي في الاخر ليه شتمتك والمصحف معاها؟ لا اقسم بالله طب هقول لك حاجه. لا انا بقول لك ايه انا خارج اتخانق وبتاع يعني بنت بتشتمني ليه؟ ايه تاثر اللوز؟ لا انا مش في دماغي انا عارف ان هي سامع صوتها فبقول لحياتها ما هو صاحبها اكتر يعني انا لسه عارفها ده اول يوم اشوفها. قال لي يا عم دي طيبه جدا واخد على كده وشويه هي مدام كده بقى حبتها على فكره. ده مش عايزه تحبنا يا عم ده مجنونه. ما تشمنيش يا عم. ما تشمنيش ايه يا اسطى على فكره بجد ده عشم. انا بقى اصل بابايا كده لما يحب حد يشتمه. استاذ يوسف شاهين بس انت ما تعرفهوش. لا بس اول ما برتاح لحد او بحس ان الشخص ده يعني تمام في علاقه بينا مش هتمع عيلتي كلها بقى بتحاولي تفكي يعني. بنفك الجو كده بس دي حاجه والله. ابويا كده يعني ابويا دكتور في الجامعه الامريكيه وكل علاقته مع الطلبه لما بيحب يدلع حد بيشتمه. عارف الطلبه بتوعي ويوسف شاهين كان كده الله يرحمه كان بيشتم يوسف شاهين. انت اشتغلتي مع يوسف شاهين صح؟ كان لو ما شتمكش تحس تيجي تقول له يا استاذ انت ما شتمتنيش ليه انت زعلان مني النهارده فده بيبقى حب مش ده حب. ايه ده بص كنت عيله ازاي. كنت قاصر هنا ابويا اللي مضى العقد يعني تحس لعيبه جمباز واقفه معانا بس ده كان مشهد باليه انا كنت لابسه فعلا مايول باليه. والله طب والله شكلي بتاع الجمباز شفت ده من كام سنه بقى الكلام ده ليه كده يا استاذ امير ده في 2000 عادي انت اصلا كده كده صغيره فما تلاقيش ده في 2003 2003 كان عندي 17 سنه ونص. كنت في اولى جامعه؟ لا كنت في ثالثه ثانوي. ثالثه يعني ايه يعني اولى جامعه فرق الصيف بينهم؟ تفرق عندنا ست يعني كان عندي كام سنه؟ 17 سنه 17 ونص ما كنتش لسه تميت 18 هنا ما شاء الله. دلوقتي اصلا 25 سنه النهارده 25 انا دلوقتي هتم 34 انت 34 طب قولي كده يا مالي انت بعد كلبش انت حاسه ان انت الفتره اللي جايه لازم تختاري الادوار اللي هتجي لك؟ اصل انا شايف ان انت الفتره اللي فاتت دي كان عندك شغل كتير جدا بس في كلبش بالذات الدور كان فيه شغل فعلا فيه شخصيه وفيه تمثيل كويس قوي يعني مش مجرد اماني شكلها حلو فهاتوا امين لا فعملها شخصيه فعلا مختلفه المره دي. انا نفسي اغير يعني نفسي اعمل شخصيات كتير انا لسه ما عملتش حاجات كتير انا نفسي اعملها. فلا ان انا افكر في الدور انا هعمل كده يعني مش هاخد اي حاجه. وانت يا اسلام بقى ما تقلبش مين؟ شر بقى كفايه نهدى. لا لا السنه الجايه ان شاء الله طيب مختلف. نحلق شعر نحلق بقى دقنين اهو. انت عامل دورين شر السنه دي صح؟ اول وصيه انت قلتها لي لازم تحلق دي انت لازم تحلق مش فاهم لازم قال لي لازم تحلق والله يعني بعد السنه دي انت عملت دورين سمعوا جامد وعلقوا جامد الحمد جدا الحمد لله. السنه الجايه بقى لازم تفاجئ الناس والله لان كلكم السنه دي ما شاء الله عملتوا حاجه. انت خليك انت الناس بتحبك انا زي ما انا كده الناس بتحب عمر الشناوي كده ما تغيرش انت ما تغيرش. تعالوا نرجع بقى للصوت العظيم اللي سمعناه من شويه وهتسمعنا ورده انا مالي وانا مالي. يلا We'll be right back.
حبيبي الغالي مالي طول بالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي طول بالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشة في احلى ليالي يا حبيبي الغالي بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لفوني بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لفوني باي لومك طب وانا مالي طب وانا مالي انا مالي انا مالي ومالي عشان جدا وكان نفسي كل واحد فيكو يجوا في سهره لوحده لان عايز اقعد كل مع كل واحد فيكو ساعتين لوحده بس النهارده اتجمعنا كلنا عشان بقالنا كتير ما شفناش بعض ويا ريت كل فتره نقعد ونتقابل ونحكي كده زي زمان وايام زمان تبصوا لي ما مت... مش عايزين عندك معانا صح غريبه قوي تعالى شوف جاكيت الجلد والشنب والشخصيه وادي زوكا وتعالى وادي زوكا تعالوا بقى نقفل الحلقه بتاعتنا والسهره بتاعتنا باغنيه حلوه كده يا مروة أنا بشكرك جدا على الصوت العظيم ده. والله العظيم انبسطنا معاكي جدا بس عايزك بقى تختاري لي واحد دلوقتي اختاري لي واحد يغني معاكي. طب مبدئيا تعالى معايا. أنا؟ أه ده مبدئيا. أجيب مين معايا؟ مين؟ أنا هاخدهم كلهم، أي رأي هاخدهم كلهم معايا. يلا. يلا بينا. يلا يا شباب. طب عايز تسمع إيه بس الأول؟ نسمع إيه؟ تحبوا تغنوا إيه؟ انا هوزع المايكات وانتوا غنوا وزع انت المايكات انا هوزع انت بنت السلطان يلا يلا تعالى معانا هسيبك نغير المود بقى دلوقتي ونسمعكم حاجه شعبي كده صح صح
الصحابة أو سبعة ما بلاش اللون ده معانا رحينا عن أول ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وانت في هوانا ما بلاش اللون ده معانا رحينا عن أول ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وانت في هوانا ما بلاش اللون ده معانا I'm not afraid.